في يوم من أيام فصل الربيع الدافئة، حيث الأزهار متفتحة يفوح عطرها في الأجواء، والعصافير تزقزق على الأغصان وفي السماء، والفراشات الملونة تطير في كل الأنحاء، والنهر الصغير يجري يسمع صوت خرير الماء. أشرقت الشمس ساطعة تنشر دفئها في كل الأرجاء، فراشات، صباح الخير جميعا. وبينما الشمس مستمتعة بالمنظر، إذ بها تسمع صوتا خافتا آتيا من بعيد. السلام عليكم. أيتها الشمس، هل تسمعينني؟ أجل، أقصد قليلا، من أنت؟ ولماذا تتحدث بصوت منخفض؟ أنا القمر، أتحدث معك من الجزء المظلم من الكرة الأرضية، وطبعا أتحدث بهمس لأن جميع الكائنات نائمة. كرة؟ أية كرة؟ عن ماذا تتحدث بالضبط؟ الكرة الأرضية، الأرض. ألا تعلمين أن الأرض كروية الشكل؟ بل وهي بيضاوية للمزيد من الدقة؟ أية كروية يا هذا؟ ولنفترض أنها كروية كما تقول، هل كان باستطاعة سكانها العيش فوقها؟ كم أنت بليد، لكان قد سقط كل سكانها من عليها. أنت مخطئة أيتها الشمس، الأرض كروية فعلا، وما يجعل سكانها يستقرون فوقها دون أن يسقطوا هو جاذبيتها، فالجاذبية هي القوة الخفية التي تجذب كل شيء إلى سطح الأرض. ولأبسط لك الأمور أكثر، الجاذبية مثل لصاق غير مرئي يلصق كل شيء لسطح الأرض. وأول من اكتشف قانون الجاذبية هو العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن، الذي كان يجلس تحت شجرة فوقعت على رأسه تفاحة، وبدل أن يلتهمها كعادة البشر تساءل عن سبب وقوعها على رأسه وعدم صعودها إلى السماء. ومن هنا بدأ بحثه إلى أن وصل إلى قانون الجاذبية. أخبرني أكثر، أريد أن أعرف كل شيء عن الأرض. حسنا، الأرض كوكب بيضاوي كما سبق أن ذكرت، وهي مسكن لملايين الأنواع من الكائنات الحية بما فيها الإنسان. تستمد نورها وحرارتها منك أيتها الشمس من خلال الدوران حول نفسها، وهذا الدوران يولد الليل والنهار، حيث أن انعكاس أشعتك على جهة من كوكب الأرض
يجعل الجهة الأخرى مظلمة تلقائيا. حينها يأتي دوري أنا القمر لأنير ولو قليلا ظلمة الليل الحالك. وهل أنت أيضا تبعث للأرض نورك ودفئك؟ لا أبدا، أنا لست نجما مضيئا مثلك، أنا كوكب مظلم أدور حول الأرض ونوري أستمده منك، فأنا فقط أعكس نورك للأرض. ثم يجب أن تعرفي أيضا أنك محور دوران الأرض، حيث تكمل دورتها حولك كل سنة وست ساعات، وهذا ما ينتج عنه تعاقب الفصول الأربعة. وما هي هذه الفصول الأربعة أيضا؟ سوف أشرح لك بالتفصيل عن الفصول الأربعة في يوم قادم إن شاء الله، فقد حان وقت مغيبك الآن. لا، لقد مر الوقت سريعا. شكرا جزيلا لك يا قمر على كل هذه التوضيحات، سأنتظر شرحك للفصول الأربعة بفارغ الصبر. بل اشكري الله على هذا النظام المحكم وعلى الرحب والسعة. الحمد لله والشكر لله.